يمكن القول جزافا بأن الاستثمارات المغربية في إفريقيا هي لحد الآن استثمارات بنيوية، لأنها استثمارات تروم تقاسم التجربة المغربية على مستويات متعددة وتسعى إلى خلق غد أفضل مشترك في الدول الإفريقية انطلاقا من المساعدة أو المساهمة في خلق الثروة في هذه الدول وتقاسم التجربة التنموية التي راكمها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن على مستويات متعددة، سواء تعلق الأمر بالمستوى البيئي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي. وبالتالي يمكن أن نقول بأن الاستثمارات المغربية لحد الآن هي تستحضر في إفريقيا تستحضر مسألة التنمية المستدامة كمكون أساسي في عملية هذه في يعني في عملية بناء إفريقيا الجديدة. الأكيد أن الأرقام هي التي يمكن أن تعبر عن ذلك وتؤكد وتوضح بشكل واضح لا يقبل الشك مدى تطور هذه الاستثمارات، بحكم أن المغرب اليوم هو أول مستثمر في دول غرب إفريقيا على مستويات متعددة، وهذا وحده كفيل بأن يبين لنا أن المجهودات التي بذلت في المغرب على مستوى الاستثمارات هي مجهودات ملموسة وواضحة. ثم لابد من القول من أن الاستثمارات الآن الموجودة في إفريقيا هي ليست كلها استثمارات عمومية، الجزء الكبير من هذه الاستثمارات هي استثمارات قطاع خاص مغربي الذي يسعى إلى نقل تجربته التي ركمها في المملكة المغربية إلى الدول الإفريقية من أجل خلق قيمة مضافة يمكن أن تحدث تحولا نوعيا على مستويات متعددة في هذه الدول. كله يعني يمكن القول بأن بعض المقاولات في المملكة المغربية برزت في السنوات الأخيرة وأحدثت تحولا كبيرا في حقل معين، يمكن أن نذكر على سبيل المثال التحول الذي حدث على مستوى وسائل الاتصال، مثلا في مجال الاتصال، في مجال التواصل، في مجال الهاتف، في مجال البنيات الرقمية، في مجال العقار أيضا، في مجال المحافظة على البيئة وخلق تنمية مستدامة في هذه الدول إلى غير ذلك. نعلم أنه مثلا بالنسبة للمملكة المغربية في مجال السكن اللائق هي تجربة فريدة ويمكن أن نقول بأنه يمكن الاستشهاد بها على المستوى العالمي، إذ إنها تسمح للأفراد بولوج الملكية يعني التملك المسكن ولكن في نفس الوقت بأثمنة اجتماعية وبأثمنة معقولة، وهذه التجربة تمكن الكثير من الناس من العيش في ظروف سليمة وآمنة وتتماشى وحقوق الإنسان، وهذه من التجارب التي سعى المغرب إلى نقلها إلى هذه الدول. لابد من الإشارة أيضا إلى أن الفلاحة في المغرب خاصة فيما يتعلق باستعمال الأسمدة الكيماوية هي جد متطورة انطلاقا من التجربة التي راكمها المغرب مع بعض البلدان الآسيوية مثل الهند منذ سنوات بعيدة. الآن المغرب نقل هذه التجربة التي بطبيعة الحال يقوم فيها المكتب الوطني الشريف للفوسفات يقوم فيها بدور حيوي وأساسي في نقل أولا هذه الصناعة الكيماوية إلى بعض هذه الدول، ولكن أيضا في نفس الوقت لتزويد الكثير من الدول بالأسمدة المصنوعة مغربيا أو لنقل هذه الصناعة إلى هناك من أجل النهوض أيضا بالقطاع الفلاحي الذي يبقى هو المرتكز الأساسي من أجل خلق التوازنات الغذائية. المقاولات المغربية تنشط في كل الدول التي تجمعها خصوصيات ثقافية أو خصوصيات معينة مع المملكة المغربية خاصة في دول غرب إفريقيا، ولكن مثل كوت ديفوار والغابون والسنغال وبطبيعة الحال غينيا وغيرها من الدول. ثم لابد الآن من أن نتحدث عن الاستثمار الضخم الذي يجمع المملكة المغربية بكل دول غرب إفريقيا، وهو الاستثمار المرتبط بأنبوب الغاز الذي سيمتد من نيجيريا وسيصل إلى أوروبا، وهذا يبدو لي بأنه أضخم الاستثمارات التي تشهدها إفريقيا إن لم يكن أضخمه على الإطلاق الذي عرفته في تاريخها، وهو المشروع الذي يمكن أن نقول بأنه لأول مرة سيجمع عددا من الدول
اقتصاديا، وسيجعلها بطبيعة الحال تعتبر تتجاوز الكثير من الصعوبات من أجل نوعا ما السعي إلى خلق تنمية مشتركة انطلاقا من هذا الأنبوب الذي سيخلق قيمة مضافة لكل الدول التي يمر منها، انطلاقا من كونه سيوفر الطاقة بثمن معقول وبشكل ميسر، ولكن أيضا ستكون ولا شك حوله تنمية جديدة ستنشأ، وهذا بطبيعة الحال يعتبر أكبر الاستثمارات التي انخرط فيها المغرب، والتي يمكن أن نقول بأنها ستحول مصير إفريقيا وستحول أيضا ضفة الأطلسية لكل إفريقيا. كما هو معروف أن الأنظمة القانونية لكل هذه الدول الإفريقية ليست هي يعني نفسها، كل دولة لها قوانينها الخاصة، وكل دولة من حقها أن تحمي سيادتها وأن تحمي يعني نوعا ما ثروتها، وبالتالي الكثير في بعض الأحيان الاستثمارات، الكثير من المشاكل التي تصادفها الاستثمارات مرتبطة بتغير الأنظمة القانونية، ولكن كيفما كان الحال هناك نوع من الاستقرار في إفريقيا، وهناك نوع من الاعتراف بمكانة المغرب، مما ييسر طبعا الحال ييسر عمل المستثمرين المغاربة في هذه الدول الإفريقية، خاصة وأن المغرب يتقاسم مع هذه الدول الكثير من الأمور الثقافية بالأساس، وكل هذه الأمور تساعد المستثمرين على التواجد هناك. ثم هناك الكثير من الأمور المشتركة بين المستثمرين المغاربة والدول أو المواطنين في هذه الدول، مما يساعد أيضا على خلق قيمة مضافة في هذه الدول، بحكم أن المستثمرين المغاربة هناك هم أيضا مشغلون، ولهذا هناك الكثير من الصعوبات يتجاوزها أو تتجاوزها العلاقات الثنائية، ويتم تجاوزها في إطار البناء المؤسسات الذي أحدث من أجل دعم المستثمرين المغاربة. أولا الاستثمارات المغربية هي استثمارات لا تنظر إلى الدول الإفريقية على أساس أنها دول تصلح للاستغلال مثلما كان الأمر بالنسبة للمستثمرين في الدول الغربية. المستثمر المغربي يذهب إلى هناك من أجل شراكة أو من أجل تطوير شراكة يكون فيها الكل رابحا، وترمى بالأساس تطوير إفريقيا كهدف أول وأساسي من جهة. ثم أيضا الاستثمارات المغربية لا تذهب إلى أو لا تتواجد في إفريقيا انطلاقا من يعني نوعا ما إن صح التعبير يعني نهب الثروات تحت ذريعة الاستثمار، بل العكس هو الذي يحدث، أن المغرب هذه الاستثمارات هي أولا بخلفية تنموية وبخلفية شراكة وبخلفية ثقافية، لأن ما يجمع المغرب بالكثير من الدول التي فيها الاستثمار هناك الكثير من الأمور الثقافية التي تجعل المشترك هو إفريقيا، وبالتالي هناك تميز للاستثمارات المغربية. الأمر الآخر وهو أن الاستثمارات المغربية ليست ناهبة للثروات مثلما كان يحدث الأمر في الماضي، التي لم تكن تأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة، ولم تكن تأخذ أيضا بعين الاعتبار لا تنمية الثروات ولا المحافظة عليها. العكس من هذا، نجد أن المغرب هو مستثمر في العديد من القطاعات التي تروم النهوض بالبيئة والمحافظة على بعض يعني بعض الثروات البيئية، وهذا ما يجعل الاستثمارات المغربية جد متميزة مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي يكون غرضها الأساسي وهو الوصول إلى خيرات إفريقيا وتحويلها إلى الخارج عوض أن تبقى في هذه الدول الإفريقية بالأساس.